السد العالي، انما نبحث ايضا في خيركم وفي مستقبلكم كما نبحث في النتائج التي ستترتب على السد. اهلا بيكم في حلقه جديده من الروائي، القناه اللي بتناقش وبترشح لكم اهم الروايات العربيه والاجنبيه المترجمه. النهارده معدنا مع ترشيح جديد، روايه تذكره وحيده للقاهره للكاتب المستشار اشرف العشماوي، صدرت في مايو 2016 عن الدار المصرية اللبنانية، وهي الرواية السادسة لي، أولها كان 2010، ومن ساعتها ونزول أي رواية للعشماوي هو خبر سعيد ومهم للقراء، لأنك ضامن في كل مرة متعة وتجربة جديدة، وقبل كل ده احترام لعقلك. بتدور الرواية ما بين أربعينيات القرن الماضي وحتى بداية عصر الانفتاح أواخر السبعينات. بنعيش مع شخصيتين رئيسيتين بيمثل كل واحد فيهم فئة من المجتمع. الأول هو ذهب عجيبة سر الخدمة، النوبي اللي بيموت أبوه وهو صغير نتيجة وقوع العربية اللي كان بيسوقها بالمهندس الإنجليزي صاحب فكرة تعلية خزان أسوان، ومن وقتها الكل بيناديه باسم أبوه عجيبة، وبينسى معهم هو اسمه الأصلي. بينتقل من بلده في النوبة بعد ما غرقت بسبب التعلية، وبياخد شهادة البكالوريا، وبيتجوز من بنت عمه مسكة. بيسافر للقاهرة علشان يدور على شغل، وبيلاقي في نادي الجزيرة نادي البهوات والبشوات، وهناك بيتعرف على بدر أو بدرو، الشخصية الرئيسية التانية. هو ابن وزير الأشغال اللي وافق على مشروع تعلية الخزان، مرفه ومش بيتحمل أي مسؤولية، لكن بيضطر إنه يواجه الدنيا لوحده بعد موت أبوه وقيام ثورة 23 يوليو اللي بتستولى على أغلب أملاكه. بيشغل عجيبة عنده وبيستغله علشان يرجع جزء من ثروته اللي راحت. وعجيبة لسه عنده أمل إنه يلاقي مراته وابنه بعد ما جاله أخبار من النوبة إنهم غرقوا بعد ما رفضوا يسيبوا بلدهم. وبنشوف مشاهد من قضية التهجير اللي عانى منها النوبيين في كل العصور تقريبا. وبتخطيط من بدر وذكائه إنه يخلي عجيبة دايما في حالة الاختيار الواحد، بنشوف عجيبة هو بيغير اسمه مرتين، بيسافر من القاهرة لإسكندرية لسويسرا، بيشتغل إسكافي وسواق حنطور ومساعد ست دجالة وصاحب شركة صرافة في أوروبا، وبتتوالى الأحداث. من خلال الرواية هتقدر تشوف المجتمع قبل ثورة 23 يوليو من قريب، الناس المطحونة والناس البهوات، وبنشوف كمان أثر الثورة عليهم هما الاثنين، بعيدا عن كلام مناهج الوزارة بتاع قادة الثورة على المحسوبية وسيطرة رأس المال. الحقيقة أن الثورة جت عليهم هما الاثنين سواء بدر أو عجيبة، لكن واحد عارف يتصرف والتاني الدنيا فضلت ملطشة معاه. طول ما انت بتقرا هتحس انك قاعد وسط بهوات نادي الجزيرة او قهوة النوبيين، من كتر ما الكاتب قدر يوصل لك تفاصيل الزمن ده. الانتقال بين الحكي على لسان عجيبة والثيرد بيرسون ناريشن ادى للكاتب فرصة انه يقطع في مشاهد ويخليك عايز تعرف ايه اللي حصل بعد كده. كمان ان كلام عجيبة يتكتب بالبولد وباقي الكلام عادي بيسهل جدا على القارئ انه يعرف مين اللي بيتكلم من اول نظرة. بناء شخصيات بدر وعجيبة كان على مستوى عالي جدا، مهم تقديم الناس على انهم بني ادمين، ما تبقاش عارف تحبه ولا تكرهه، تتعاطف مع واحد زي عجيبة ولا يستفزك طبته الزيادة وطمعه في اغلب الاوقات. الشخصيات الثانوية كانت نمطية، افضلهم على الاطلاق الست اليهودية اللي اشتغل عندها عجيبة فترة في اسكندرية، كان نفسي تاخد مساحة أكبر من كده. من عيوب الرواية القليلة كثرة الصدف، تداخل معرفة الأشخاص ببعض، والأكثر من مرة حسيته مقصود بس عشان الكاتب عايز الأحداث تمشي. كمان الفصول اللي دارت في سويسرا كانت أضعف فصول الرواية وحسيت فيهم بملل، كان ممكن اختصار ال 470 صفحة لأقل من كده بشوية. أخيرا الانتقال الزمني بين السنين كان غير سلس، فجأة بننط 5 أو 6 سنين من غير أي تمهيد. رواية تذكرة وحيدة للقاهرة فيلم أبيض وأسود جميل، هتديك فرصة تبص على ناس محدش كان عمره مهتم بيهم، ونشوف المجتمع المصري من فوق بنظرة جديدة بعيدة تماما عن اللي كان بيتقدم لينا قبل كده. استنوني الأسبوع الجاي ورواية جديدة، ما تنسوش تسمعوا هروم الرواية وتتابعوا الحلقات اللي فاتت على فيسبوك ويوتيوب. سلام.